أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
خلقا أم السماء
بنيها إن في ذلك لعبرة أأنتم أشد خلقا أم السماء أبنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام
ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف ما تيسر من سورتي البقرة والدخان وما تيسر من قصار السور.